اون ماشين ان بروجي، ماكينه واحده تخول لك انك تعمل مشروع يدخل لك اكثر من 400 دينار في النهار وترجع لك فلوسك في اقل من شهرين. تابعني شوفوا هذه كيفاش. نقدم لكم روحي، اني طارق المكسي، مهندس صناعي نعمل في مجال تصنيع الالات، نتسموه بالانجليزيه ذا ماشين ميكرز. الخدمه نتاعنا بازي على توسكي ميكانيكال انجينيرينغ، الكتريكال انجينيرينغ، واوتوميشن الاوتوماتيك. اليوم نقدم لكم نوتر نوفيل ماشين فيزيتوز رولوز ميتروز، كي كونسيست ارولي تيسيو القماش، تعمل له فيزيت فيش دي ديفو وتعاطرو لي انكور اون فوا. نشوفوا مع بعضنا خصائص الماكينه وشنو نجمو نعملو به اكزاكتومون. اول حاجه تعملها تحط رولو من اللوك، هذوما دو بلاكيت دو فيداج بور اسيوري لو فيداج دو تيسيو. فوالا تاخذ التيسيو وتعدي من بلون دو فيزيت، بار لا سويت تعدي التيسيو فوق لو بلون دو فيزيت ومن تحت الكونتور باش تحسب لو ميتراج. فوالا Et par la suite, bouton en marche et notre machine démarre. La vitesse est variable par potentiomètre. Voilà. هذا الكونتور وقت الماكينه قاعده تخدم تشوف في المتراج 14 15 16. ايماجين انت كل متر تخدمه ب 80 مليم، معناتها كي تخدم 5000 متر في النهار يجيو 400 دينار كما قلت لكم. ايه فوالا يوفى الرولاج ونتحصلوا على رولو فيني. كما قلت لكم المترو يخدموا فيه ب 80 مليم، انت كي تخدم في النهار 5000 متر، 5000 متر في 80 يجيو هذوما 400 دينار، فلوسك ترجع لك ميم با في شهرين حتى اقل. يل سوفي تكون موجود في منطقه صناعيه قريب لي كليون تاعك، تخدم ترجع فلوسك في اقرب وقت. مشروع ما تكلفش برشا فلوس، ما تكلفش ياسر، ماكينة ما تعدمش كيما نقول ديما، ماكينة تستحقش انتروتيان، جوست تخدم كلك سوايع كل يوم وكهو. سالو.